السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أعلنت العديد من القنوات الجزائرية والصفحات النشطة على الفيسبوك منذ قليل عن قرار هام وعاجل سيتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأيام القليلة القادمة، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان، وسيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري والمسمى خطاب للأمة نهاية السنة الجارية، حيث سيشكل هذا الخطاب السنوي فرصة لرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.